أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع راضي مبروك العتيبي من جدة. الأخ راضي يقول هناك ولد عمره 14 سنة أحرم للعمرة من جدة وتوجه إلى مكة وطاف وسعى وخرج من الحرم إلى أقاربه في مكة وحل من إحرامه ولبس الثوب بدون أن يحلق أو يقصر جاهلا الحلقة أو التقصير، لكن الذين عنده أفهموه بعد ذلك بعشر دقائق. ماذا يفعل الآن يا فضيلة الشيخ؟ أم أن مناسكه قد تمت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فمن أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمام مناسكهما. ومن مناسك العمرة الحلقة والتقصير، وهو آخر ما يفعل من مناسكها. فهذا الذي طاف وسعى للعمرة ونسي أن يقصر، أو كان يجهل ذلك، نسي أن يقصر أو يحلق رأسه، لبس ثيابه جاهلا أو ناسيا، الواجب عليه إذا ذكر أو ذكر أن يخلع المخيطات وأن يعيد ملابس الإحرام وأن يحلق أو يقصر رأسه في أي مكان كان، لأن الحلق أو التقصير لا يتخصص أن يكون في الحرم، أن يحلق أو يقصر بنية العمرة أو بنية إكمال العمرة في أي مكان، هذا الذي يجب عليه. ولا شيء عليه في لبس المخيط قبل الحلقة والتقصير في هذه الحالة، لأنه يعذر بالجهل. نعم.